مرسل إليهم من خلال الواتساب، من خلال المديرية تحديدا، بيقولوا له فيه إنه بطلان الانتخابات على مقعد الرئاسة اللي كانت قد أجريت قبل شهور وفاز بها الأستاذ وليد عرفات، وإن الجمعية العمومية اللي كانت مقررة أن تجرى النهاردة لن تتم، يتم تعليقها. طب إيه الموقف بخصوص مقعد الرئاسة؟ انتخابات تجرى يوم 25 من الشهر الجاري على مقعد الرئاسة بنفس الأسماء اللي كانت مرشحة في الانتخابات السابقة، ويعني هيتواجد فيها الأستاذ وليد عرفات، ويتواجد فيها المهندس محمد فرج عامر، ويتواجد فيها المهندس محمد مجاهد، اللي بسببه اعتبرت الانتخابات السابقة باطلة على مقعد الرئاسة لأنه لم يشارك فيها، وبالتالي الثلاثة يتنافسون الآن. التفاصيل نعرف من الأستاذ وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبل أو حتى إجراء الانتخابات الجديدة. أستاذ وليد أهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ زي الفل الحمد لله، يا رب تكون بخير. يا رب يخليك. ازي حضرتك؟ إيه اللي حصل وإيه الموقف الحالي؟ طبعا الاول بشكرك وبرحب بيك وبشكر الجهاز الاعلامي اللي شغال معاك، ناس أهلا محترمه بيك. جدا. اهلا بيك. بص حضرتك، انا امبارح كان عندي ثلاث قضايا، قضيتين كانوا مرفوعين بعدم انعقاد الجمعيه العموميه، والحمد لله كسبتهم. كانت واحده موجوده في القضاء الاداري، واحده كانت في مركز التسويه، تمام. والدعوه الثالثه كانت في الشق الموضوعي لاضافه محمد مجاهد في كشوف الانتخابيه، تمام. ودي امبارح الشق الموضوعي احنا خسرناه، وعملت عليه استشكال. عملت استشكال. تمام. اول ما الحكم الموضوع اتايد زي الشق المستعجل، انا عملت عليه استشكال حق على طول، تمام. وبعت صوره منه لشؤون الرياضه والدكتوره صفاء والوزير عشان خاطر يبقى انا كده بامن نفسي. ولغايه الساعه 5 5 ونص ما كانش في اي مشكله خالص، تمام. وكنا مرتبين كل حاجه وخيمه الاشراف القضائي وكل حاجه تمام، مترتبه. عشان تبدأ النهارده الجمعية العمومية. نبدا النهارده يا جماعه. تمام. فوجئت الساعه 9 ونص ان جالي رساله على الواتساب من شباب الرياضه في اسكندريه ايوه. بيقول ان ارجاء الجمعيه العموميه ودعوه للانتخابات على منصب الرئاسه يوم 25/11، تمام. اقصاها يوم 25/11، اقصاها اقصاها يعني 25 من امتى لحد 25؟ يعني من النهارده من النهارده. ل 25/11 اي وقت، وانك تدعو ليها. وان انا ادعو ليها، تمام. اعمل اجتماع مجلس اداره وادعو ليها. تمام. طبعا انا كلمت الدكتوره صفاء امبارح على طول، دكتورة صفاء عاوز اعرف تفسير الكلام ده ايه، وضعه ايه، طب دكتورة بناء صفاء من على ايه. مديرية الشباب والرياضة. وكيل تمام. وزاره الشباب والرياضه اي ما قالت لي انا ما اعرفش، انا طب انا لسه هرد عليك، طب انا القصه اللي جت من الوزاره، طب قعدنا رايحين جايين، طب انت عامل استشكال؟ عامل استشكال، بعت لي استشكال، بعت لها استشكال، كلمت استاذ هشام حطب، مهندس هشام حطب، باشمهندس حصل كذا كذا كذا، ازاي انا ما اعرفش؟ لا طبعا ده مش قانوني، لا ما ينفعش، لا ده ما يصحش، لا قعدنا ده كده لغايه المهندس الساعه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قال كده لحضرتك. طبعا تمام. لغايه الساعه 12 بالليل، واحده بالليل، اتصالات، ما حدش عارف يجيبني ولا حد عارف يقول لي حاجه خالص. ايه الوضع؟ طب بكره فين الجمعيه العموميه؟ طب يا جماعه، طب رجعت ليه؟ طب السبب ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه القضاء الاداري قال ان الانتخابات على مقعد الرئيس باطله، لا لكن القضاء الاداري، استفسارك هو لا القضاء الاداري سببه. ما قالش كده، لا القضاء الاداري ما قالش كده، قال ايه؟ القضاء الاداري قال الغاء القرار السلبي لادراج اسم الاستاذ محمد مجاهد في الانتخابات، قال تمام كده بس، تمام بس كده، وما ترتب عليه الاثار، لكن ما قالش تمام الغاء الدعوه مفهوم. للجمعيه العموميه، ايوه. او قال على منصب الرئاسه، او قال الانتخابات بطل، ما طيب قالش كده، هل قال تواصلتم مع زي ما انا بحكي لك وزارة انا كده. اتفضل. وجينا النهارده ايوه. رحت الصبح، ما حدش جه طبعا، ولا من شؤون الرياضه ولا من القضاء، الاشراف القضائي، فانا عملت اثبات محضر، اثبات حاله ان انا رحت الصبح ومحدش جه، جالي الجواب الساعه 10 ونص 11 بالصيغه بقى اللي هي من شؤون الرياضه بتقول لو بناء على خطاب مرسل من وزاره الشباب والرياضه، الزام عليكم ان انتوا تدعوا الجمعيه العموميه يوم 25/11 وفتح باب الترشيح على منصب الرئاسه. تمام. طيب ايه الخطوة المقبلة؟ هل تواصلتم مع وزارة الشباب والرياضة نفسها؟ بكره الصبح ان شاء الله، بكره الصبح ان شاء الله انا رايح عندك ميعاد ان شاء الله.
شاء الله في الوزاره، معايا كل الاحكام بتاعتي ومعايا كل حاجه. انا حضرتك كسبان امبارح قضيتين، يعني بيه انا كسبان امبارح قضيتين بانعقاد الجمعيه العموميه. ايوه ده في منهم في الجواب اللي اتبعت لي حكم انا كسبانه. يعني بيه انا في حكم هو رقمه اهو 57218 على 76 من مجلس الدوله صادر بتاريخ 13/11/2022، قضاء اداري بالقاهره. انا كسبانه امبارح، ده موجود في الجواب اللي جالي اللي بناء عليه ارجعت الجمعيه العموميه. طب تخيل. بما تفسر ذلك من جانب المديرية؟ مش عارف، مش يعني قرار غريب جدا، قرار ما انا مش قادر افسره. وبعدين اساسا احنا بندعي لمنصب الرئاسه كمان 10 ايام. طب ما دي تخيل هتبقى بطله كمان. ليه؟ بدا في هيبقى في عوار عوار يا باشا. انت اولا انت ما خدتش المده بتاعتك بتاعت الانتخابات. ثاني حاجه، انت في ولد مثلا او في شخص كان في الفتره في الانتخابات الاولانيه اللي هي 29/10 كان مثلا الشروط مش منطبقه عليه. طب لو انطبقت عليه النهارده من حقه يخش. طب ما تدخلش، انت مش مدخله، انت عامل على القديم. ايوه عوار مفهوم هنا، مفهوم. عوار اداري، عوار اداري. طب يا باشا، طب هدفه ايه؟ مصلحته ايه؟ انا مش عارف. يا هاني بيه، انا نادي سموحه ده نادي مستقر بقالنا سنه شغالين عشان نحط الاستقرار في نادي سموحه. ايوه نادي سموحه ده عايز في الشهر 35 مليون جنيه. اه ازاي ازاي نشتغل كده في الحاله دي؟ هذا عدم الاستقرار. طيب وبعدين هتخش انتخابات وانتخابات تتعاد تاني. طب لمصلحه مين؟ طب هدف مين؟ طب ليه؟ طب هقول لك حاجه، طب انا عندي نادي الجياد كده، كنت مستشفى لسه الجياد هسأل كده. ايه الفرق ما بينكم وما بين موقف انا نادي مش عارف، الجياد في محدش عارف يرد اسكندرية؟ عليا. طب هو انا تبع ايه؟ مش انا تبع تسويق، اللجنه الاولمبيه؟ مش اللجنة اللجنه الاولمبيه المفروض الأولمبية. تخطبني؟ طب انا ما جيش جواب لخطب من اللجنه الاولمبيه. ورئيس مش اللجنة نفسه قال لك ما اعرفش وازاي وقال لي ما اعرفش حاجه. ما انا مش النهارده هي المفروض يجي جواب من اللجنه الاولمبيه؟ ما جاليش جواب من اللجنه الاولمبيه. انا ما جاليش جواب من اللجنه الاولمبيه، انا جالي قضاء اداري. طب حضرتك اصدر حاجه، نص انديه مصر ونص اتحادات مصر القضاء الاداري حلها. هيحلوها؟ لا لم ينفذ. انت بتتفق عليه ليه النهارده؟ ليه؟ حكمتك ايه؟ ليه؟ وليه؟ لا ليه بسألك، تعرف؟ ما انا برضو والله ما عارف، انا بكره هعرف، بس انا بسال ليه؟ هل حصل ليه؟ أي انا قلق؟ عندي يا هاني بيه 360 الف عضو، مظبوط. 360 الف عضو بخدمهم في النادي ومستقرين. عندي 10,000 لاعب، عندي 15,000 موظف. مش هنعتبر مؤسسه من مؤسسات الدوله؟ مظبوط. طب هدفه ايه؟ اللي بيعمل كده هدفه ايه؟ طب ليه؟ طب يا باشا، طب فصل الحكم. دي اعتقد التساؤلات دي كلها المفروض يعني انك تعرف اجاباتها من وزير الشباب والرياضه غدا زي ما بتقول بكره حضرتك، يعني. صح؟ ولازم لجنه الاولمبيه يبقى لها دور. فين دور هشام حطب؟ مش هشام حطب، فين دوره؟ تمام. طب ما تمشي ليه؟ طيب، ايه السبب؟ هل من قلق على مستوى الفرق بص يا هاني بيه، الرياضيه في سموحه؟ بعد اذنك. اتفضل. ايوه بعد اذن سيادتك، انا كسبان حكم من اللجنه الاولمبيه نفسها امبارح بصحه انعقاد الجمعيه العموميه امبارح. مفهوم مفهوم. طيب، انا بشكرك جدا استاذ وليد، وننتظر ماذا سيحدث في الايام المقبله. رئيس مجلس اداره نادي السموحه اللي